السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبنائي وبناتي الصف الأول الابتدائي. سنتناول اليوم درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس حرف الطاء. حرف الطاء زي ما احنا متعودين يا أبناء، أي درس بنشرحه بنتناول صور للحرف، أشكال الحرف في أول ووسط وآخر الكلمة، الحرف الممدود مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء، حركات الحرف الأربعة: فتحة، كسرة، ضمة، سكون. قبل ما ندخل في الأجزاء دي كلها وهنوضحها بالتفصيل، سنتناول قصة قصيرة عن حرف الطاء. نستمع معا إلى القصة. القصة تقول: يا أبناء، أبو كردان من الطيور التي تساعد الفلاح في تنقية الأرض من الديدان، فهو صديق الفلاح. كان طارق في زيارة إلى حقل عمه فشاهد هذا المنظر، فأعجب عندما شاهد أبو كردان ينزل حقل القطن ويحاول أن يلتقط الديدان التي تؤذي محصول القطن. القصة مرة أخرى تقول: أبو كردان من الطيور التي تساعد الفلاح في تنقية الأرض من الديدان، فهو صديق الفلاح. كان طارق في زيارة إلى حقل عمه فشاهد هذا المنظر، فأعجب عندما شاهد أبو كردان ينزل حقل القطن ويحاول أن يلتقط الديدان التي تؤذي محصول القطن. القصة اللي قرأناها يا أبناء بتتحدث على طائر أبو كردان. أبو كردان من الطيور التي تساعد الفلاح في تنقية الأرض، أي بنقي الأرض من الديدان. أبو كردان بيسموه صديق الفلاح عشان بيساعد الفلاح في تنقية الأرض من الديدان. كان في ولد اسمه طارق، كان طارق ذاهب إلى زيارة عمه في الحقل فشاهد هذا المنظر، شاف أبو كردان وهو بيساعد الفلاح وهو بينقي الديدان من الأرض، فأعجب طارق بما شاهده، وحاول عندما شاهد أبو كردان ينزل حقل القطن، شاف أبو كردان نازل حقل القطن ويحاول أن يلتقط الديدان التي تؤذي محصول القطن. نقرأ القصة مرة أخرى لكي نستخرج الكلمات التي تشتمل على حرف الطاء. القصة تقول: أبو كردان من الطيور التي تساعد الفلاح في تنقية الأرض من الديدان، فهو صديق الفلاح. كان طارق في زيارة إلى حقل عمه فشاهد هذا المنظر، فأعجب عندما شاهد أبو كردان ينزل حقل القطن ويحاول أن يلتقط الديدان التي تؤذي محصول القطن. الكلمات التي تشتمل على حرف الطاء: كلمة الطيور، كلمة الطيور، كلمة طارق، تمام، تشتمل أيضا على حرف الطاء، وكلمة القطن تشتمل على حرف الطاء. كلمة الطيور وكلمة القطن وكلمة طارق، ثلاث كلمات يشتملوا على حرف الطاء. ننتقل الآن إلى جزء جديد وهو صور لحرف الطاء. أول صورة يا أبنائي صورة قطار. صورة قطار، كلمة قطار تشتمل على حرف الطاء. تاني صورة صورة قطن. صورة قطن، كلمة قطن تشتمل على حرف الطاء. تالت صورة صورة طبيب. صورة طبيب تشتمل أيضا على حرف الطاء. رابع صورة صورة طيور. صورة طيور تشتمل على حرف الطاء. الصورة الخامسة والأخيرة صورة طفل. كلمة طفل تشتمل على حرف الطاء. مرة أخرى صور حرف الطاء: الصورة الأولى صورة قطار، وكلمة قطار تشتمل على حرف الطاء، وحرف الطاء في أو وسط الكلمة. تاني صورة صورة قطن. كلمة قطن تشتمل على حرف الطاء، وحرف الطاء أيضا في وسط الكلمة. تالت صورة صورة طبيب. كلمة طبيب تشتمل على حرف الطاء، وحرف الطاء في أول الكلمة. رابع صورة صورة طيور. طيور تشتمل على حرف الطاء، وحرف الطاء في أول الكلمة. الصورة الخامسة والأخيرة صورة طفل. كلمة طفل تشتمل على حرف الطاء، وحرف الطاء في أول الكلمة. ننتقل إلى جزء جديد هو حركات حرف الطاء. الطاء في الطاء فتحة، طاء كسرة، طاء ضمة، طاء سكون. طاء فتحة طاء، طاء فتحة طاء، مثل كلمة طماطم. مثل كلمة طماطم، كلمة طماطم تشتمل على حرف الطاء والطاء عليها فتحة. طاء فتحة طاء، مثل كلمة طماطم. طاء كسرة تي، طاء كسرة تي، مثل كلمة طفل. مثل كلمة طفل، كلمة طفل تشتمل على حرف الطاء وحرف الطاء تحته كسرة. طاء ضمة تو، طاء ضمة تو،
مثل كلمة طيور. مثل كلمة طيور، كلمة طيور تشتمل على حرف الطاء، وحرف الطاء عليه ضمة، ط سكون ط، ط سكون ط. مثل كلمة قطن، كلمة قطن تشتمل على حرف الطاء والطاء عليها سكون. مرة أخرى حركات حرف الطاء، طاء فتحة طاء. مثل كلمة طماطم، طاء كسرة تي. مثل كلمة طفل، طاء ضمة تو. مثل كلمة طيور، طاء سكون طاء. مثل كلمة قطن. ننتقل إلى جزء جديد هو أشكال حرف الطاء. الطاء في أول الكلمة، الطاء في وسط الكلمة، الطاء في آخر الكلمة. نلاحظ الشكل الأول لحرف الطاء يا أبنائي. الطاء في أول الكلمة مثل كلمة طبق، كلمة طبق تشتمل على حرف الطاء، والطاء نلاحظها في أول الكلمة وواخدة نفس الشكل شكل حرف الطاء اللي في أول الكلمة فوق. الشكل الثاني الطاء في وسط الكلمة مثل كلمة مطر، كلمة مطر تشتمل على حرف الطاء، وحرف الطاء في وسط الكلمة ونفس شكل حرف الطاء في كلمة مطر، نفس شكل حرف الطاء اللي فوق في وسط الكلمة. الشكل الثالث والأخير الطاء في آخر الكلمة مثل كلمة قط، كلمة قط تشتمل على حرف الطاء، وحرف الطاء في آخر الكلمة، ونلاحظ كلمة قط تشتمل على حرف الطاء نفس شكل حرف الطاء فوق لأنه في آخر الكلمة. مرة أخرى أشكال حرف الطاء، للطاء ثلاث أشكال، الطاء في أول الكلمة مثل كلمة طبق، الشكل الثاني الطاء في وسط الكلمة مثل كلمة مطر، الشكل الثالث والأخير الطاء في آخر الكلمة مثل كلمة قط. ننتقل الآن إلى حرف الطاء الممدودة. مثل زي ما احنا متفقين يا ابني حروف المد ثلاثة، مد بالألف وما قبله فتحة، مد بالواو وما قبله ضمة، مد بالياء وما قبله كسرة. مد بالألف وما قبله فتحة مثل كلمة قطار، كلمة قطار يا أبنائي بها مد بالألف، قطار بها مد بالألف وما قبلها الحرف الممدود طاء عليه فتحة. مد بالواو وما قبله ضمة مثل كلمة عطور، كلمة عطور بها مد بالواو وما قبله الحرف الممدود الطاء عليه ضمة. مد بالياء وما قبله كسرة مثل كلمة يطير، كلمة يطير بها مد بالياء وما قبلها الحرف الممدود تحته كسرة. مرة أخرى حرف الطاء الممدودة بيتحدث عن حروف المد الثلاثة، مد بالألف وما قبله فتحة مثل كلمة قطار، مد بالواو وما قبله ضمة مثل كلمة عطور، مد بالياء وما قبله كسرة مثل كلمة يطير. هكذا انتهينا من درس حرف الطاء، ولنا لقاء جديد مع درس جديد من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.